السلام عليكم ورحمة الله. كل التحية للمنصة الكريمة والسادة الحضور، كل واحد باسمه، وكل الشكر الخاص للأستاذة الشاعرة سوزان حبيب على العرس الجميل. السادة الحضور، أتعشم بعض الكلمات تعجبكم إن شاء الله. وبما من خلفية عسكرية زي ما تفضل أخويا سيدنا محمد عبد القادر، فأنا هتكلم اتكلمنا عن السلام، فلازم أن نذكر الشهيد البطل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام. وبقول إن السلام لا يعم السلام إلا بيد تحميه، لازم تكون في قوة تحمي عشان يعم السلام. السلام النفسي هو أهم أنواع السلام، لأن هو بداية الدائرة الكبيرة للسلام. وعشان كده بقول إنه جيشنا في 73 اللي خاض الحرب عشان الأرض والعرض، بقول له جيشنا يا فخر العرب، كل العالم عرفوك حامي لوطنك ما تهاب الموت. قالوا عليك إشاعات بالكذب والجبروت، لاجل ينساك الزمان والشرف ما ينسوك. ولا يهمك يا جيشنا حتى ولو ظلموك، دول أشباه رجال وانت يا بطل كالحوت. جيشنا يا فخر العرب، والله عيب هنوك، والله عيب هنوك، والله عيب هنوك. وهو ثلاث كلمات أنا دايما بقولهم في مؤتمراتي، بقول لو راح منك ذهب في سوق الذهب تلقاه، وإن راح منك حبيب بعد سنة تنساه، وإن راح منك وطن قولولي فين الآه، قولولي فين الآه، قولولي فين الآه. شكرا. شكرا جزيلا معالي اللواء سامي الخولي.